هي الدفعة الأولى من عربات القطار المجرية التي تصل إلى مصر. 4 عربات من بين 17 عربة حطت بها السفن هنا في ميناء الإسكندرية، ضمن صفقة أبرمتها مصر مع تحالف روسي مجري لتصنيع وتوريد 1300 عربة قطار بتكلفة تتجاوز 1 مليار يورو، وتهدف لتطوير وتحديث القطاع السلك الحديدية والذي ينقل يوميا ما يصل إلى 1 مليون راكب. إجمالي ما تم توريده حتى الآن بال4 عربات اللي موجودين واللي موجود في المية إلى 260 عربة، كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل وتطوير عدد 160 عربة ليصل إجمالي العربات الصالحة للتشغيل على خطوط الشبكة حاليا إلى حوالي 2575 عربة، وقد نتج عن ذلك ارتفاع عدد الركاب بالسكك الحديدية ليصل إلى حوالي 1 مليون راكب يوميا. وتتضمن الصفقة التي تعد الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية تصنيع ما يصل إلى 51% من عربات القطار في المجر و 49% في روسيا، فيما وصل عدد عربات القطار التي تم توريدها حتى الآن إلى 260 عربة قطار. إن التعاون بين المجر ومصر وروسيا هو تعاون يقوم على المصلحة المشتركة ويخدم الدول الثلاث، واليوم نخطو خطوة على طريق 1000 ميل وتمثل إنجازا مجريا مصريا روسيا، فهذه هي أهم الطلبيات التي تنفذها المصانع المجرية، وتضم 1300 عربة سيتم تصنيعها في المجري وروسيا. بالنسبة لنا هي أكبر صفقات التصنيع في هذا القطاع. على الرغم من تأثيرات أزمة كورونا، إلا أننا لم نوقف نشاطنا وقمنا بتوريد العربات لمصر في التوقيتات المحددة، حيث استمر التصنيع والإنتاج، واليوم ترون نموذجا من العربات التي تم تصنيعها بالكامل في المجر خلال فترة الأزمة. وفيما يبلغ عدد عربات القطار الصالحة للتشغيل في مصر نحو 2500 عربة، تسعى مصر بعد اكتمال توريد هذه الصفقة لرفع كفاءة منظومة السكك الحديدية والوصول بعدد مستخدميها إلى 1.5 مليون راكب يوميا. تهبط إذن عربة القطار هذه إلى أرض ميناء الإسكندرية إذانا بوصول دفعة جديدة من عربات القطار التي تعاقدت عليها مصر مع تحالف روسي مجري في صفقة هي الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية. ياسين الجوهري، سكاي نيوز عربية، الإسكندرية.